يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض سلطه الباذنجان بالعدس. سلطه كتير خفيفه وسهله وبسيطه. عندي المكونات هون، انا جهزتهم كلهم قبل ما بلش شغل لحتى ما تملوا. بعرف الاغلبيه بيملوا من الفيديو الطويل، اليوم الفيديو تبعنا رح يكون كتير قصير، ما حنطول ابدا بالسلطه. عندي هون باذنجان انا مقشرته ومقطعته، بس تاركه شوي من القشر، يعني قشرته اقلام اقلام وقليتهم. هذا باذنجان مقلي. عندي هون زيت الزيتون وبندورة مقطعتها كمان مكعبات، وعدس سلقته، العدس اللي بقشره. بالنسبة يعني للمقادير هي تقريبية، يعني انتو قد ما بتكون فيكم تضيفوا يعني اكتر باذنجان على حساب العدس او العكس، او تحطون قد بعضهم، يعني هذا بيرجع لإلكم. والبندورة نفس الشيء، او البقدونس انتو قد ما بتكون بتحطوا، يعني هي مقادير. انا شايفين كيف حطيتهم تقريبا متساويين، المقادير تقريبية. عندي هون بقدونس كمان مفروم، ليمونة واحدة عصرتها، ورمان حب الرمان ودبس الرمان، وعندي كمان ثوم مدقوق، وعندي الملح. هذا هي كل المكونات اللي رح نستخدمها اليوم. هلا رح نخلطهم ونشوف شو رح نكمل شغل سوا. بالبدايه رح احط انا الثوم مع الليمون، احركهم شوي مع بعضهم. السلطه هي كثير طيبه. هلا الباذنجان رح يشرب الحمض، رح تلاقوا قديش طيبه. وبحط العدس والباذنجان، حاولوا تحركوهم يكون التحريك خفيف لحتى ما كتير يتفعس الباذنجان. شوي بس من الملح لانه انا حاطه بالثوم. رح احط بقدونس، ما ححط الكل هلا لاشوف كانه ملاقيته كتير، يعني انا قلت لكم هو بيرجع لكم هذا. وبحط كمان البندوره وبخلطهم مع بعضهم. هلا بالنسبه لحب الرمان ودبس الرمان بضيفهم، انا رح اضيف شوي بس هلا من دبس الرمان، وبعدين الباقي بحطهم على الوجه هو وزيت الزيتون. رح احط شوي صغيره بس من دبس الرمان وبخلطهم، بعدين بسكبهم وبحط عليهم حب الرمان. انا سكبتهم بالجاط اللي بدي اقدمه. رح احط كمان هذا حسب الرغبه، يعني انتم قد ايه بتحبوه، بس هو هذا اذا كل ما كانت حامضه بتكون اطيب. طبعا هو فيه ليمون، بس دبس الرمان بيعطيها كمان نكهه كتير طيبه. رح احط حب الرمان على الوجه. بالنسبه لزيت الزيتون قد ما بتكون انتم بتحطوه، لانه طبعا الباذنجان هذا بيكون فيه كمان شوي من الزيت، بس نحن للنكهه رح نحط شوي صغيره من زيت الزيتون. هاي سلطتنا صارت هيك جاهزة. بتمنى يكون عجبكم شغلنا لليوم. أهلا وسهلا فيكم، لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.